وزارة شؤون الرئاسة تنعى الى شعب دولة الامارات والامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع. قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رحمه الله الذي انتقل الى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة الثالث عشر من مايو. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون" محمد بن راشد ينعى قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله ويقول في تغريدة على تويتر بقلوب يعتصرها الحزن وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الامارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم أجمع محمد بن زايد ينعى قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله ويقول في تغريدة على تويتر إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة خليفة بن زايد أخي وعضيدي ومعلمي رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه منصور بن زايد ينعى قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رحمه الله ويقول في تغريده على تويتر بقلوب صادقه راضيه بقضاء الله وقدره نودع اليوم قائدا مؤمنا ورئيسا ملهما واخا ناصحا ومعلما قاد مسيره الوطن باخلاص ورسخ نهضه الدوله وكان مدرسه في الاخلاق وحب الخير والبذل والعطاء. وزاره شون الرئاسه تعلن الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام علي المغفور له الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رحمه الله مده اربعين يوما وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحاديه والمحليه والقطاع الخاص ثلاثه ايام قادة العالم ينعون المغفور له الشيخ خليفة بن سعيد آل نهيان رحمه الله ويتقدمون بخالص التعازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا في المصاب الأليم ويشيدون بحكمته رحمه الله وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية.